كل إنسان منكم يتذكر ما فرط فيه في جنب الله في أيامه ولياليه، إن كان مسرفا على نفسه ففي الإسراف، وإن كان مقصرا في الطاعات ففي التقصير، وإن كان غير مستغل للفرص التي تتاح له ففي السفه. هذه أيامنا الماضية والخوالي، ونحن نعلم ما فرطنا في جنب الله، والله يعلمه. ما نسينا منه لم ينسه الجبار جل جلاله، وهو مكتوب عنده، وسيعرض علينا ويوضع في الكتب التي هي الطائر الذي يعلق في أعناقنا جميعا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سنقرأ كل هذه الأعمال التي نسينا كثيرا منها ونتذكرها في ذلك الوقت، فلا بد يا إخواني أن ننتهز فرصة نداء ربنا الكريم، فهو ينادينا جميعا نداء عالميا كريما يقول فيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لنتعاهد جميعا على أن نري الله من أنفسنا خيرا في بقية هذا الشهر وبقية العمر، وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة أرشدنا إليها ودعانا إليها ورضيها لنا، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فلنتوب توبة مغيرة، فإن الله سبحانه وتعالى عبادا امتن عليهم بالتوبة فبدل الله سيئاتهم حسنات، وتداركوا ما بقي من أعمارهم ففازوا وربحوا ربحا مضاعفا هائلا. وفيهم يقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تعالوا بنا نري الله من أنفسنا خيرا ونتوب إليه فيما بقي من أعمارنا، ونجتهد في تدارك الفرص، ونجتهد في تجنب الغفلات، فما هي إلا أيام قليلة، فيقال: مات فلان ومات فلان ومات فلان. ما هي إلا أيام يسيرة، كل ما يشغلك وما تهتم به من مشكلاتك وما تخطط له من مشاريعك يتقوض ويرثه آخرون، ولا يكون شيء من أمره إليك بعد الانتقال. إن أمامنا هذه القبور التي هي أول منازل الآخرة، ونحن سائرون إليها لا محالة، ليس لنا فيها من الأضواء والأنوار والراحة إلا هذا القرآن الذي بين أيديكم، هو الأنيس في القبور وهو المنور لها، مع الدعاء
فاجتهدوا عباد الله بالتمسك بهذا القرآن لتنوروا به قبوركم، اجتهدوا لأن يكون أنيسا لكم في وحشتكم وفي وحدتكم في القبور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد لطف الله فأخفى عنا ما في باطن الأرض، لو أطلعنا على ما هنالك لتشققت القلوب والأفئدة من هول ما نشاهده. فهذه الدار لا يتحمل أهلها شيئا من أمور الآخرة، ولذلك جعل الله حجاب الغيب حاجزا بيننا وبين كثير من الأمور التي لا نتحملها لطفا بنا. ولتنظروا إلى ما لا تتعودون من الأمور، لو أنكم الآن سمعتم صوت الرعد من أسفل منكم في الأرض، هل تتحملون ذلك؟ لا شك أنكم سترعبون منه رعبا شديدا، وأنتم تسمعونه في السماء ويكون الأمر عاديا لدى كثير من الناس ولا يحسون أن هذا صوت ملك وأنه من عالم الغيب، وأنه يسبح الرعد بحمد الله سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ولكن الغفلة والتعود هو الذي يقتضي من الإنسان أن يخاف مما لم يتعود ومما لم يقدر، وأن لا يخاف مما سواه. هذه القبور يقف عليها كثير من الناس ويسيرون عليها، وبعضهم يضحك ويلعب كأنهم لا يرون ما فيه أهلها، والواقع أنها إما رياض من رياض الجنة وصل أهلها إلى قرة العين التي لا تنقطع، ورأوا وشاهدوا ما كانوا يوعدون ورأوا هنالك النعيم المقيم فيصل إليهم من روح الجنة وريحانها وتعرض عليهم مقاعدهم منها. وإما أن تكون حفرًا من حفر النار فيها من المذلة والهوان والأذية ما لا يخطر على بال، قد بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وشاهدوا نتيجة أعمالهم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. علينا يا إخواني أن نحسن في بقية رمضان ليعيننا ذلك على الإحسان في بقية العمر، وأن نجعله درسًا لبقية أعمالنا ودورةً نافعةً لنا فيما بقي من أيامنا، وأن لا يغفل أحدٌ منا في أي ساعةٍ ولا في أي دقيقةٍ عن هذا الموت الذي هو موعده وعن الموعد الأكبر الأعظم بعد ذلك. فالموت ما هو إلا بداية الطريق، والقبر هو أول منازل الآخرة وأولها أسهلها، ولذلك هو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. كل مشهد بعد القبر هو أعظم منه، وكل مشهد من مشاهد القيامة ينسي ما سبق. فلذلك لا بد يا إخواني أن نستعد أيضا للموعد الكبير، موعد العرض على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تبلى السرائر ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. هذا الموعد العظيم الذي يغفل عنه الغافلون فيقبلون ويدبرون، لا يدور أمر الآخرة في ذاكرة أي أحد منهم ولا مفكرته، لا يهتم بها، يولي غيرها كثيرا من الاهتمامات، يخطط ويقيم المشاريع ويفكر ويراجع كيده وتدبيره، لكن ذلك كله إنما هو في هذه الدنيا التي سيتركها وراء ظهره، كما قال الله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم.